وللحديث أكثر عن تردي الأوضاع المعيشية في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ سنوات، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب الصحفي اليمني نبيل البكاري. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك. خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام قتل 1000 مدني بحسب الأمم المتحدة، ما الذي يدعو الحوثيين إلى استهداف المدنيين كرد على انتصارات الجيش الوطني والمقاومة أم لا؟ مسألة استهداف المدنيين هذه مسألة طبيعية في إجراء الحرب، أو بمعنى آخر إنها نتيجة لهذه الحرب التي استمرت منذ 6 سنوات. الحوثية لا تعير اهتماما مسألة، لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، هي في اقتحامها للمدن وفي قصفها المستمر لمدن المحاصرة كتعز لا تفرق بين مدني وعسكري، وبالتالي هذا العدد من القتلى الذين سقطوا هو عدد يعني ربما قد لا يكون دقيقا بالنظر إلى حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في هذا السياق. يعني هناك قصف ربما شبه يومي على المدنيين في تعز وعلى مدينة مأرب أيضا، وهما مدينتان آهلتان بملايين السكان وتستخدم في قصفهم صواريخ باليستية وبعيدة المدى. طيب، استهداف المدنيين من قبل الحوثيين أثر بشكل كبير على سير الحياة اليومية للمواطن اليمني في ظل أزمة وباء كورونا التي تجتاح العالم، لو تصف لنا مدى هذا التأثير بشكل عام على الحياة اليومية والخدمات الصحية في اليمن؟ الدولة ومؤسساتها موقفة، شبه موقفة منذ 5 سنوات. تخيل يعني طوال هذه الفترة لا يتم صرف رواتب الموظفين على امتداد 5 سنوات. هناك رواتب متقطعة في مناطق الشرعية تأتي كل 5 أو 6 أشهر. المؤسسات والمرافق الحكومية شبه مغلقة نتيجة لهذا الوضع الذي الاقتصادي وانهيار الرواتب وانهيار كل ما له علاقة باستقرار المواطن. وبالتالي أنت عليك أن تتخيل اليوم بلاد لا توجد فيها مؤسسات صحية ولا مؤسسات خدمية ولا رواتب ولا تحضر فيها الدولة، كل ما هنالك يعني حرب واقتصاد سوق، وحرب اقتصاد حرب نشأ وسوق سوداء يباع فيها كل شيء بما فيها المساعدات الإنسانية التي تأتي من قبل المنظمات الدولية، هذه تحولت إلى سوق سوداء. يعني نحن في غابة مليئة بالمآسي والكوارث الكبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق بحاجياته وضروراته اليومية. في السياق وفي خضم الأوضاع المتردية، مكاتب أو مراكز الصيرفة في عدن تعلن الإضراب ومالكوها يعلنون الإضراب احتجاجا على إجراءات البنك المركزي بعد اتهامهم بالمضاربة، ما هي تأثيرات ذلك على حياة المواطن اليمني اليومية؟ مسألة العملة وانهيارها هذه من المسائل العويصة التي ساهمت أيضا أو ساهم فيها انهيار البنية الاقتصادية للبلاد. العملة اليمنية منهارة اليوم وتتذبذب قيمة الدولار بين 700 إلى 800 إلى 900 ريال أمام الدولار، وهذه ربما يعني لأول مرة في تاريخ اليمن تنهار العملة بهذه الطريقة. يعني تخيل مع بداية الحرب كان سعر الدولار لا يتجاوز 200 ريال يمني، الآن نحن أمام 800 ريال يمني، يعني الانهيار أصبح 200% في 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 العملة. وبالتالي هذا كله ينعكس على الاستيراد والتصدير وعلى السلع وعلى قيمتها الشرائية. اليوم العملة اليمنية دون أي قيمة شرائية، وانعدام تام للعملة الصعبة وتضارب أيضا أو التوقف للعملية لعملية الاستيراد والاستيراد للمحلات للحاجيات الضرورية كالخبز والرز والقمح وكل ما يتعلق بالضروريات اليومية للمواطن اليمني، وكل هذا أدى إلى بعض المناطق لأنها تعاني من فقر غذائي شديد في هذه الظروف. وفضلا عن ذلك تساهم هذه الميليشيات أيضا كما قلنا سابقا في مسألة الاستيلاء والسيطرة على المعونات اللغاتية والإنسانية وتم بيعها في السوق السوداء للمواطن. لكن بالمقابل وفي محاولة لتخفيف الضغط على المواطن اليمني، محافظة تعز تدشن اليوم عيادة مجانية لعلاج مرضى الحميات وفيروس كورونا، ما حجم احتياج القطاع الصحي في اليمن للتجهيزات لمواجهة فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير في العالم؟
تبقى هذه المبادرات الأهلية هي مبادرة طيبة، لكنها لا أعتقد أنها ستفيد الاحتياجات الكبيرة في مدينة كبيرة مليئة بسكان ما يقارب يعني أكثر من مليون مواطن في هذه المدينة، وعيادة أمام مليون مواطن أنا باعتقادي لن تؤثر كثيرا في مسألة مواجهة هذه الحميات والأمراض الوبائية. نعم، من إسطنبول الكاتب الصحفي اليمني نبيل البكيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.